حاول ترفع صوتك مزيان صافي واخا ادوي مزيان بلاش اخلي نشد عليه نشد إذن صباح الخير لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا مع واحد الزوج اللي هو ضحية ديال الزوجة ديالو اللي هادي يسرد لنا من خلال هذا المباشر تفاصيل صادمة وصادمة يعني قبل ما أننا نباشر هذا المباشر هذا على القناة قناة الشعب قناة شوف تي في. يعني هذا الزوج إدريس اللي قربنا من تفاصيل خطيرة حول الزوجة ديالو اللي هي ضمن عصابة تكون من فقيه وأشخاص آخرين هادي يمارسوا امور اللي هي خطيره جدا واللي كان سبب ديال الضحيه ديالها هو هاد الزوج هذا اللي تعرض لمارسوا عليه يعني تعرض للممارسه والاغتصاب وامور مشينه جدا. نخليوها من خلال المباشر هو يقرب لنا من التفاصيل كامله متتبعي قناه شوف تي في. سي إدريس بالك تعاود لنا من البدايه القصه ديالك من البدايه منين بدا المشكل تفضل. السلام عليكم. كنشكروا بعدا القناه ديال شوف تي في والقناه ديال ولاد الشعب اللي انا ما لقيتهم غير سميتو هنا في مراكش. وليت عايش واحد بحال لا اله الا محمد رسول الله. داكشي اللي دوزات عليا مرتي ما كنتمنى شي واحد يدوز عليه حيت انا مشيت للوارده زاد باش نعاسس عندي الوليد من نهار زاد عندي الوليد في 2018 ما بقيتش بحال مدنية وجبتها هنا لمراكش تعالجت مرض السرطان وبقيت هنا حتى 2021 هبطت للبلاد قدت سميتو غير هذا الاخر باش قدت الحالة المدنية للدراري وصوبت لهم الحالة المدنية وهي بيعة واحد شوية للبلاد واحد 4.5 مليون باش باعت البلاد وبقات تقول لي باقية لي معاك غير نكمل الحالة المدنية ونكملوا شي بيبان وشي حتى تبني واحد الدويرة عندها في الدار غير نكملها غادي نسالي معاك غادي نمشي ندير بك شكايه وغادي نمشي ندير لك هكا وندير لك هكا. علاش هادشي؟ حيت قالت لي هذيك الساعات كنا حنا ساكنين في لوتيل فاروق ومشيت انا لوتيل فاروق قلت لهم الله يجزيكم بخير خمس سنين وانا ساكن معاكم هنايا المراه ولات لاباس الحمد لله الدراري عندي ما بقاوش تيعيطوا لي بابا تيقولوا لي خالي انا ما ماشي خالهم انا باباهم وبقى بيا الحال قلت لهم خصني نربيهم في دار اللي نكون انا وياهم. نجمع عائلتي ونجمع شملي صافي من تمايا انا كنعاس نقول تقول لي الله تنرد فيك ديال الطوطيل والله تندير لك والله تنرد ديك المراه والله تندير لك انا ما داك الشيء تيتسحب لي واش غير تكذب ملي خلاص شي ايامات بغينا نطلعوا لمراكش هنايا تلاقيت مع واحد الدري عنده مشكل ديال المراه بغا يطلقها في المحكمه ديال الاسره في قلعه مكونه قال لك ربي الا ما خرجني هنا ادري صرا عندي مشكل وبغيت غير نجمع واحد شويه الفلوس باش نشوف هذه المراه الله عسى ترجع. فعلا جبتو من سبقته انا والدراري عيطت عليه قلت لها جيت خدم معايا شي ايامات من نهار الاول شفتو المراه صافي المراه تتبقى تدور فيا وهما تيشربوا لي هذاك الدواء وداك الشيء اللي كنقول كنت عطوك شي دواء الدواء ديال خويا مريض بامراض العقليه وخو هذاك خو انا اللي خرجته من السبيطار كانوا يسدوا عليه وكلشي مشيت ندير ليه الزياره وقالت لي الطبيبه ديال الهدايا الدري راه ما بيه والو شريو ليه هذا الدواء وغادي يولي لاباس صافي راه الحاله ديالو راه تحسنت راه دوز معنا شي شهر ولا شي 15 راه شد عليك هذا الميكرو عفاك اها راه شد راه جالس معنا شي ايامات راه ولا لاباس ملي خلاص ملي عطيت لهم لاكارت سينيت وكلشي وخرجته وعطاتني الدواء قالت لك الدواء ضروري خصكم تشريوه عليه جابتو عطيتها له هذيك الدواء عطيتها لاختها قلت لها راه الدواء بغا يتشرى مشاو هما شراو هذاك الدواء جابوه ليه تيشربوا داك الدري تيقول لهم ربي الا ما قطعوا عليا الدواء انا ما قدرت عليه وجابوا قال لي اختي الا ما حرقيا الدواء انا ما قدرتش عليه راه تيقتلني وهي قالت لي والله تنعطي نعود نعطيه ليه حيت مريض وجري على امي وداير لامي
وتدك بسميتو تدك في الدواء وكديروا الخوانه تنشف فيها في الحريره فتاي في كل شيء. هادشي كنت ديروا الخوه؟ الخوه. وملي خلاص جا داك المعلم عم تنبغي نعس لقاتي عم تقول لي شرب اتاي. هي راه كديروا لي فتاي انا كنكمي وتقول لي هزت هي راه كاين فيه سميتو. ملي كنهز حاشاك الكاس هكا كتقول لي حلو حلو ايوا كليه. اقسم بالله هادشي الا مشيت عندي في التليفون وكلشي كاين وملي زادوا شويه دخلوا عليا الفقيه. الفقيه كاين في الدوار ومارس عليا حتى هو حاشاكم وما خلى ما قالوا لي. كيفاش تهضر كي عطاتك هي شربات شي حاجه باش يدخل الفقيه كلشي دروك ملي تجمعوا كاملين عليا كل واحد تعيط ليه بسميتو لا ايوا تا خويا لابين لابين الخوان لابين هي بوحده اللي من قالت لي عندك تقولها لشي واحد قال لي لا اختي. وملي عام هادي كان ولد اختها داير الواتساب في داير الجروب في الواتساب انا ما تنعرف لا الواتساب ما تنعرف لا والو ياك تخلوني معاهم تيقولوا هكا تيهضروا مع الدريات تيهضروا مع سميتو واحد النهار هو سكران وتيهضر معايا وتيصور الشراب وصور كلشي ولاحوا الجروب وبقات يقول لي الشلوحه راه كنا كنلعبوا بهم في كيليز ب 10 دراهم جوج دراهم الشلوحه راه كنديروا لهم كندير لهم خير الله يجزيك بخير ديك العنصريه ديال الشلوح ولا العرب ما هنا ما نديروا بها احنا راه دابا في الجروب بغيت تقول لي شي حاجه بالخاص قولها لي ما بغيتيش بعد مني الله يجزيك بخير وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه كلشي شاهدين عليه الدراري اللي كاينين في الجروب ان شاء الله ملي ما بغاش هو تيسب فيا ما يتمين فهمت ما شاء الله يصبر يصبر هي فين تتعرف هاد الفقيه وهاد الناس هادو اللي اللي تعدوا عليه؟ انا غير سمعتهم لا هي مين تتعرفهم عندها علاقه بهم ولا ساكن حداها؟ ما عمر شي فقيه جا للدوار حتى لهذاك وتيديو ليه الماكله كل نهار وساعه ساعه كتقول لي بلاتي ندي للفقيه الفطور كتدخل عنده للجامع داك الشيء متفقين عليا غير تا الناس ملي كنعس العشره ولا الحداش كتبدا بصاحبها كتقول لها حسن نوض اولا نعس راه جمد واحد الوقيته فقت في النعاس قلت لهم والله هذا الشيء اللي درتو لي كتحاسبوا عليه قالت لي خالد وانت واخا دريس وانت ما تقدرش تقاوم على ما تقاومش انت ما تحبسهمش كنحس بداك الشيء اللي تيتمارس عليا ولكن باش نهضر صعيب مات اش وقع عليك الساعه صافي الجهد مات صافي ما داك الشيء تتشرب داك الشيء اللي كنشربوه وداك سميتو واحد الوقيته ملي قلت لهم راه غادي نحاسبكم وقال لي الفقيه بغيتي تمشي تهضر معايا قلت ليه ايه وبقى تيضربني حاشاك على كتابي وعلى كلشي وتيقول لي تحب كلش زعما تلبيش قال لي بلاتي نضربو بعدا تلبيش نعم وتيهضر بالشلحه وسميتو هو السي عمر قال لي اخر مره تقول لي سميتي وجابوا ما نقول لك واش حاشاكم الكلب واش مش واش المهم شي حاجه شي جوج تجابوها ذبحوها حدايا وشربوا لي الدم ديالها والصندره ديالتي قال لي هاد الصندره باش غادي تخدم خصها لك شي تغبر قال لي الليله خصكم تغبروه قال لي فين وقال لهم الدار ديال الفلان اللي خاليه وعطات السميه وعطات كلشي وبغيت نمشي لهذيك البلاصه طليت عليها لقيت فيها الدوزان والماتريان ديال شي ناس ولا ما عرفت وليت رجعت للمشاريين دروك انا وليت دالح في مراكش لا عائله لا حتى حاجه. وانت كيفاش تعرفتي انت على هذه الزوجه هذه كيفاش تعرفتي عليها وضيع هذا؟ السكتير ديال قلعه مكونه ديال حاجاكم الناس البنات الخايبين. انا خدمت تمايا قالت لي تصاوب لي شي باب وتصاوب لي سميتو تلاقيت مع امها تمايا في قلعه مكونه. قالت لها هذه السيده راه مزيانه راه تيوقف معايا هكا راه هكا ما عرفت اخوتي شنو شربت ليا من تما صافي ما تيبان لي لا عائلتي سمعت في عائلتي سمعت في امي سمعت في كلشي سمعت فيه. ما شاء الله وتشتت هنا في مراكش وكاع حيدات لي درك وليداتي وحيدات كلشي ومسجلت انا حطيت لهم ديك الساعات انا مازال انا عندهم في الدار تاني حطيت لهم التليفون ديالهم تيسجلهم كانت النهار كامل تتبقى معاه كتقول لها هذا الشيء ديالك غير تجمع عليك راه هكا وما بغيتش نخسر لكم الهضره نقول لكم شنو تيتسمع كلشي داك الشيء واضح وكلشي كاين ولكن ملي اكتشفت انايا تيتسحب لي واش هي اللي واش كتمارس معاه زعما واش هي كتمارس مع هذيك هذاك السيده فهمتي هذاك السيد ملي لقيت راسي سميتو تنقول لي علاش ديري هكا علاش ديري هكا تنسمع حاجاكم كتقول لي كمل لي فمو وتيديروا لي حاجاك داك الشيء فمي انايا وتتسمع فمي والسنان ديالي وداك الشيء كلشي تيتسمع
وانت ما تقدرش ما نقدرش نقاوم صافي عطوني شي حاجه خطيره ما تنقدرش نتكلم غير واحد القضيه مره تنقول لهم هذا الشيء اللي درتو ليا غادي ندير ولا تنقول زكايا دام ولدي تصحاب واش ولدي اللي كيضربني حيت ولدي مره تيتقلب هكا تنقول ليه زكايا دام وتتسمع حاجتك الصوت ديالي كنقول وداك الشيء كلشي مسموع ما شاء الله وانت دروك وليتي هربان قلت لي ياك ادريس انا دروك على روحي وكان وسمعت واحد سميتو انا جيت قالت لي الليله حكيت لهم البورطابل الصباح تيسجل وفاش جيت شديت البورطابل تنسمع الصوت ديالو هو وياه كتقول لي ما بغيتش نقول لكم هذاك الشيء اللي كيتكلموا لا لا بلاش الهضره ما فيها ما يتسمع وانت علاش ما قدمتي بشي شكايه درتي شي شكايه درتي شي الوكيل انا مشيت تما عندي في سميتو هنايا مشيت لسيدي يوسف اتجهت لمحكمه الاسره وتلاقيت مع واحد السيد تما قال لك خصك هذا الشيء كامل ديرو في السيديات وتجيب لنا الشهاده الطبيه ديال السبيطار مشيت للمحامي قلت لهم الله يجزيكم بخير حيت انا ديجا في الاذاعات تنهضر على مرتي على مشكل السرطان تيخرجوا لي السكانير تيقول لك سير الضرب معاه والحمد لله تنقول لهم راه كاين فين ندير السكانير ديالي وانتم ما تبغيوش علاش انا غير جار ومجرور جوج وليدات والمراه مريضه واحد العالم هنايا الله من الماكله ديالهم مني الصاير ديالهم مني لي كوتش ديال الدري باقي صغير جبتو الحيمه من القناه تكون طاحت لا اله الا الله طاحت هي قالت لك سير ديهم الخيريه ولا ديهم قالت لك انا صافي راه طحت قلت لها انا غادي نبقى معاك الى اخر لحظه في حياتي نعم يعني اخويا ادريس انت دروك شنو هو الطلب ديالك دابا شنو انا كنطلب جمعيات الا كاين جمعيه ما تقيسش ولدي انا بغيت الجمعيه ما تقيسش ما عرفت انا كي غادي نقولها لك انا بغيت انت حقوق ديالك انت عذبوني وكرفسوني وبغيت الناس يشدوا العقاب ديالهم الله يصوب بعين شوف هذا التليفون ديالك اخويا حنا غادي نبقاو معاك يعني اليوم تنشوفوا هذه القصه ديال السي ادريس الله يحسن العوان يعني انسان تيدوي من قلبه يعني يعني وقربنا من هذه القصه ديالو القصه يعني اللي ممكن انه اغلبيه ديال المغاربه ما يستوعبوهاش وما تيقوم يصدقوهاش ولكن هذه الحاله اللي عايشها ادريس في الواقع واللي الان تعاني منها الان يعني تعيش التشتت وتعيش العزله وتعيش الشتات تنتمنى انه المسؤولين تدخلوا يعني يتم فتح تحقيق بخصوص نعم السي ادريس الله يجزيكم بخير حتى القلم ديالي داروا لي شي حاجه ما بقيت تنحس بوالو ما شاء الله خرجوا لي انا سميتو الفقي خرج لي عليا ودار لي داك الصرع وليت انا كنتكلم بشي حوايج ماشي دياولي ما نقول لكم واش هزوا بيا للكنز ما نقول لكم ما عرفت انا اش داروا بيا هاد الناس صبحت ما بين ليله وحده ترونت في دماغي وترونت في كلشي في عقليتي وانا في كلشي واحد الحلال انا يلا ما بغيت حتى شي واحد غادي نكون معنا مباشر اخر غادي شي نجيب بالتفاصيل ان شاء الله نجيب بالتفاصيل باش انك تقدر ربما يكون شي تدخل ديال شي راقي ولا شي حاجه نقدروا نساعدوك في هذه المساله ديال اخويا ادريس ان شاء الله تنتمناو لك الخير نعم اخويا وكتقول لي سيريا المش هذاك الشيء باش داروا لي سيريا المش اخوي بلا تاثير بلا كوارزازات اسير خليني مع حياتي اخلي داك الشيء كلشي كتقول هذه ديال الله تويت الخير اخويا ادريس ان شاء الله تنتمناو الخير ان شاء الله يعني تنتمنى يعني من خلال هذا المباشر انه تكون وصلتكم الميساج ديال ادريس اللي فعلا تيعاني والان تيعاني يعني بعد ما كان مستقر في حياته تعرف على واحد السيده اللي غيرت لي حياته بسبب هذا الشيء ديال السحر والشعوذه يعني هي عصابه داخل عصابه فيها فقيه وفيها اشخاص اخرين تنتمنى لي ان شاء الله انه يعني يكون شي تدخل غادي يكون معنا شي مباشر ان شاء الله اخر نشوف التفاصيل في هذا الموضوع هذا ما كنشكركم شكرا لكم الى مباشر اخر على قناه شوفتي